ورحمة الله وبركاته، أخويا الأعزاء، اليوم هنتكلم مع بعض عن كيفية فك أجزاء القطعة الداخلية لجهاز تكييف يونيون إير. طبعا الأجزاء اللي هنفكها دلوقتي هتنطبق معاك على أي قطعة داخلية، ماشي؟ فتابع معانا واحدة بواحدة. طبعا أول حاجة القطعة بتفكها من الحيطة، ماشي؟ فهنبدأ نفك الوش اللي موجود معانا ده. في الفلاتر دي موجودة، تبدأ تسحبها زي ما بنسحب كده. لو محتاجة تنظيف ولا حاجة هتبدأ تنظف الفلاتر دي، تغسلها وترجع ترجعها تاني. لو لقيت الفانة الداخلية ماشي عليها أوساخ كتيرة أو زيوت أو حاجة من ديت، يا إما لو كانت راكبة في الحيطة هتنظفها، هتعمل لها عملية غسيل، هتفك الوش بتاعك ده وتبدأ تغسلها ماشي بالمكنة بتاعتك، أو بتفكها وتبدأ تنظفها في المركز بتاع الصيانة بتاعك براحتك. طبعا هتبدأ تفك بالشكل اللي احنا هنعمله ده. ريشة الموزعات دي هتبدأ تفكها كده، تسحبها. في عندك هنا بيكون في 3 مسامير موجودين هنا اهمت، في واحد هنا مفكوك. طبعا ده احنا بنستخدمه للتدريب بتاعنا. هتبدأ تفك المسمار ده وتبدأ تفك بقى المسامير اللي موجودة عندك. وطبعا بتركز ان انت ما تتعفاش او تستعفى على الجهاز، لان طبعا الجهاز كله زي ما احنا شايفين باغة، فاي تعامل غلط فيه هيكسر معاك الاجزاء بتاعته. تمام، والمسامير اللي تفكها، فكيت مسمار طويل من هنا يبقى الطويل تبقى عارف مكانه، القصير عارف مكانه عشان ما تعملش عملية كسر في المواسير. هتفك الوش بتاعك ده كده بالراحة. تمام، طبعا في 3 شفاف هنا موجودين اهمت راكبين في الخلف هنا، مكانهم هنا اهمت، فبتحاول بقدر الامكان ان انت ما تكسرهمش وانت بتفك الايه الوش الخارجي. لو انا هفك الكويل بتاعي دلوقتي، تمام، هبدا فيه، هبص ادي واحد، ادي مسمار، ادي 2، وهشوف المسامير التانية اللي موجوده فين وهبدا امشي معاها. ادخل على اي جهاز كانك اول مره تدخل عليه لو انت ما شفتوش قبل كده، وابدا يعني ايه تحرى عنه، شوف وضعه ايه قبل ما تعمل اي حاجه. فادي مسمار هيتفك معايا كده، وادي المسمار التاني. تمام، وهاجي على الجزء اللي موجود ده. طبعا ده سنسور الحراره بتاع الهواء اللي موجود اهوت، وفي السنسور بتاع التجميد اهوت، هتبدا تفكه من مكانه. تمام، في هنا السلك الارضي مربوط في الكويل بتاعي في الفانه، هتبدا برضو تفك ده كمان كده. وده بالذات اي حاجه مربوطه عند الكويل بتاع المواسير تاكد ان المسامير بتاعتها تكون قصيره، وطبعا المسمار ما يكونش بسن بحيث حتى لو لمس المسامير ما يخرمهاش. يعني انا فاكك من هنا مسمار قصير، افتكر ان انا اركب نفس المسمار، لو جبت مسمار طويل هيضرب في الماسوره بتاعت الكويل من تحت، هلاقيه ضرب مني. اوكي، يبقى ده برضو بيتفك معايا كده، وهشوف الاجزاء بتاعتي. طيب هنا الكارته موجوده، تمام، وهنا في الروزيتا مش محتاج ان انا افكها دلوقتي وانا بفك الكويل. هقلب الكويل بتاعي بالشكل ده، في افيز بيبقى موجود هنا ماشي، كان مفكوك معانا قبل كده اهوت. تمام، وهرجع اسحب الكويل بتاعي بالشكل ده. تمام، بالهداوه كده، واطلع الكويل بتاعي. امسك ده كده حبيبي عشان ما تسحبش مني. وهسحب الكويل بتاعي بالشكل ده. يبقى دي الفانه بتاعتي الداخليه طلعتها بسهوله. لو انا عايز انضفها، لو عايز اغسلها، لو فيها تسريب هلحمه بره ماشي. طبعا ما الحمش اي لحمات وانا مركب والكويل موجود في ايه في القطعه بتاعته البلاستيك الباغه بتاعته، عشان ما اخرمش حوض الايه الصرف بتاعي. تمام، وده بيتحط كده وبيتركن معايا، وببدا بعد كده. طيب لو انا عايز اغير المروحه بتاعتي، افك المروحه، هبدا هشوف المسامير بتاعتي. طبعا حوض الصرف، ادي مسمار انا معايا اهوت، في مسمارين هنا موجودين اهمت،
لو عايز اصلح في حوض الصرف لوحده كده هيتركهم دولت، وهبدا ابص. بعض الاجهزه بيكون فيها مسامير، وفي البعض بيكون فيه ايه شفه بالشكل ده. تفك يا حبيبي ده كده معايا، دي اتفكت اهي. عايز افك الريسيفر بتاعي، يبقى هاجي برده المسمارين بتوعي، في مسمارين بيكونوا موجودين هنا، واحد اتفك اهو وادي التاني. الشاشه بتاعتي هذا هو كده معايا اهيت، اتفكت اهيت واتركنت في جنب تمام، عشان لو هغسل ما اجيبش اي ميه موجوده عندي ايه على الشاشه بتاعتي تمام. وهاجي جاي فكك ده كده. طبعا هنا في موتور التوزيع اهوت، لو عايز افكه هفك الاسلاك المسمارين بتوعه دولت ماشي. مش هفك دلوقتي، انا هخليها دلوقتي كده بحيث نشوف مع بعض هنعمل في الباقي ايه. طيب ادي كده هنا المروحه، لو انا هفك الفانه بتاعتي دي هتطلع معايا كده. طبعا لازم هنا في مسمار بيكون موجود، بعض الاجهزه بيكون فيه المسمار بتاعي بيكون فيه فتحه هنا، قصد المسمار اللي رابط في العمود بتاع الايه البلور بتاع الريشه ماشي. هنا انا مش شايف اي فتحات موجوده، يبقى في الحاله دي هضطر افك الجزء ده واكشف على الماتور ماشي. يبقى انا المسمار ده هفكه تمام. ماشي، والمسامير اللي افكها اركنها في جنب. طيب كده بحرك بايدي، دي ما اتفكتش، يبقى في مسمار تاني، في مسمار تاني موجود عندي هنا اهوت، مكانه مفكوك هنا اهوت، واضح في الكاميرا تمام، برده ما طلعتش معايا، ما اتعفاش عليها. هفك الروزيتا بتاعتي ديت واشوف، لان في بعض الاحيان بيكون في مسمار في الخلف وراها، وهنشوف الدنيا مع بعض واحده بواحده. طيب طبعا دي الروزيتا بتاعت الكهرباء اللي بتدي الكهرباء للقطعه الخارجيه، هنتكلم عنها دلوقتي في فيديو تاني. دي كده فكتها، هبص كده الاقي في مسمار تحت الروزيتا موجود هنا اهوت. يبقى انا لو جيت افك حاجه ولقيتها ما اتفكتش معايا، يا اما هتكون راكبه بالتعشيق ما تعفاش عليها، يا اما هتكون مربوطه بمسمار ومسمار مخفي، فادور مع كل جزء واحده بواحده تمام. ماشي، هنا الماتور بتاع البلور بتاعي، ادي المسمار اللي بقول لك عليه بيبقى راكب في الريشه. هات هنا اهوت يا احمد، واضح كده معاك. طبعا ده بيكون سن مفك ماشي، او بمفتاح، وهيجي ضاغط عليه كده بالراحه. ما فكش معايا يبقى انا ما اتعفاش عليه وما كسرش، هيجيب له لحظه كده معايا دقيقه واحده خليك معايا. ان المفك ولقيت المسمار هيحلق معاك، يبقى انا في الحاله ديت هو المسمار محطوط بايه بصاموله كمان، فهجيب له مفتاح ماشي اهوت، وبالراحه كده وابدا افكه، لان لو ما فكش بسن المفك وبوظته هيبهدلك، وهتضطر ان انت تسخن عليه بالنار او حاجه زي كده، وطبعا الريشه هنا بلاستيك فهيبهدلك مع جامد. ده تفك معايا المسمار اهوت تمام، وهتبدا ترفع الريشه بتاعتك. ادي الماتور بتاعي تمام، طلع من عندك وهتسحب البلور بتاعك. يبقى انا لو عندي دلوقتي عايز اغير الريشه دي هفكها بنفس الطريقه اللي احنا فكينا بيها دي. في بعض الاحيان الريش دي بتكون مكسوره، فتلاقي يقول لك ايه الجهاز بيعمل صوت جامد وفي رفه موجوده فيه، في صوت خبط فيه، فبتكون الريشه دي مكسوره، فبفكها واستبدلها واركبها بنفس الوضع. او تكون هما اللي راكبه فيها ديت ماشي تاكلت وباظت، لان دي بتركب هنا اهيت زي ما احنا شايفين، شايفينها تمام واضحه تمام. طيب هتركب برضه المجرى بتاعتها، لها مجرى بتركب فيها شايفينها اهي، اركب دي كده واجي مركب ريشه البلور دي تاني تمام، واجي رافع الماتور بتاعي ده بالشكل ده، وجاي مركب بالشكل ده تمام، ويرجع الماتور بتاعي له المكان بتاعه المساحه بتاعته اهيت. برضه فيه نفس الكاوتشه اللي موجوده هناك، بس طبعا دي باظت معانا احنا من الفك، من الشغل والتدريب عليها.
تركب كده اهيت، وقبل ما اربط عليها بلفها اشوف هي راكبه كويس ولا لا عشان ما تحكش ايه معايا. وطبعا في شفه عريضه هنا اهيت اللي هيتربط فيها ايه المسمار، وتبدا ايه تلف معاها تركبها. تمام، طبعا انتوا اللي هتجمعوها دلوقتي. طيب انا خلصت فك المحرك موتور البلور والريشه بتاعته استبدلتها، هاي جاي ظابط الدنيا بتاعتي. ما يبقاش فيها اي رفه ولا اي احتكاك. تمام، وهي جاي رابط المسمار بتاعي تاني اهو. عايزين كده احمد، فك مغناطيس معاك وتيجي بس مثبته وتيجي رابطه تاني بالمفتاح عشان السن معاك ايه ما يحلقش. طيب عايز افك الكارته بعد ما ثبتت المروحه ديت. مثلا دلوقتي لقيت المروحه سليمه وموتور البلور بتاعي سليم، هبدا افك الكارته بتاعتي. لو عايز اشيل الكارته بتاعتي في دي، الجزء ده بيطلع لوحده كله. عايز اشيل الجزء ده كله يبقى انا في مسمار هنا موجود اهوت، شايفينه اهو، هيتفك المسمار ده وهرفع الجزء ده كله معايا. تمام، وهشيل الماتور الاخر، يبقى الماتور مفكوك والكارته طلعت كل الاجزاء مع بعضها. عايز اطلع الاثنين مع بعض دلوقتي، هفك المسمار ده تاني لو في مشكله معايا في الماتور وهستبدله. ماشي اهوت، نفس المسمار برده تاني اهوت لو انا عايز اطلع الماتور بكل الجزء الكهربي بتاعي. اسحب يلا. تمام، ثواني كده، وادي الجزء بتاعي كله طلع معايا اهو. سلك السلك بتاعي، يبقى كل الجزء ده انا فكيته مع بعضه. في مشكله عندي في موتور البلور بتاعي هستبدله. ماشي، هنبص مع بعض على الكارته لو انا عايز افكها بقى دلوقتي. امسك ده كده يا حبيبي، نفس الاجزاء دي كده اهيت، السلوك بتاعتي، وهبدا اسحب الكارته بالراحه كده اهي. تمام، هنا من العلبه بتاعتها في المكثف هنا موجود اهوت، يبقى انا فكيت الكارته كلها معايا اهي. لو في مشكله عندي في الكارته او حاجه ضربه فيها، اغلب الاعطال بتكون الفيوز، ماشي، او الفيرستور ده بيكون ضارب، او المحول. بعض الكارتات بيكون فيها المحول، ماشي، بنظام جاكات سوكت زي السوكت بتاع الحساسات ده، اتنين للدخل، سوكت للدخل وسوكت للخارج. طبعا ده محول 220 وطلع 12 فولت. كفني تبريد وتكييف بتعامل مع المحول اذا كان بيتغير، بتعامل مع مكثف المروحه بغيره. بعد الاعطال الخفيفه بغير الفيوز. حصل مشكله بقى في الكارته بتهيز، بتدي اوامر غلط، فيها مشكله من ديت، البروسيسور بتاعها محروق، المعالج بتاعها، بستبدلها باخرى. لقيت نفس الكارته بركبها ما لقيتهاش، بعدل بكارته اللي هي الصيني، بركب الكارته الايه الصيني معايا، ودي منزلين عليها فيديو قبل كده. يبقى كل الاجزاء دي احنا فكناها مع بعض اهوت. ماشي، عايز تفك موتور التوزيع وكل ده يتشال في جنب ويتركن معاك. لو انت حتى بتقطع جهاز تكييف، الاجزاء ديت ما تترميهاش، انها حرام تترمي في الخردة، هتحتاجها بعد كده. ماشي، لو بصينا على الكارته كده مع بعض هنلاقي ادي الريلي بتاع الكباس، تمام، واخد كهرباء اهوت وبيدي الكارته، ماشي، وبيطلع للسي بتاعت الكباس. بص كده عليها حبيبي اهي، واضحه اللي هو السلك الرصاصي ده. وطبعا هنا انا بربط، لو ربطت السي اللي هنا ديت بالقطعه الخارجيه فيها سلك اسود، يبقى الاسود اتربط في السي، في القطعه الخارجيه في الروزيتا بتاعتها يتربط ايه اسود برضو. تمام، ماشي. باجي بعد كده بلاقي الارضي اهوت، الان شايفينه، الكارته داخل لها ان وطالع منها ان، ادي الان داخله هنا للكارته اهيت وطالعه للروزيتا برضو بره اهي، عشان تغذي القطعه الخارجيه المروحه والكمبروسر بتاعها ولو كان في بلف عاكس. وادي البلف العاكس فين الريلي بتاعه اهوت، ادي الان وادي السي وادي الدبليو اهوت اللي هو الاحمر اهوت. ماشي،
بيطلع على القطعة الخارجية. يبقى السلك اللي اربطه هنا في الان لونه اسود يتربط في القطعة الخارجية اسود، لونه احمر يتربط في القطعة الخارجية احمر. دي الاجزاء بتاع القطعة الداخلية كلها، بلور، الكارتة، الريشة بتاعته، موتور التوزيع، موجهات بتاعي ماشي اهو، الريسيفر بتاع الشاشة. بنرجع نجمع الاجزاء دي مع بعض كده، واحد يجي يجمعها ماشي. هات لي القطعة الخارجية. اوكي.